كابتن سيف زاهر، سيف زاهر في اون تايم سبورتس له راي في المباراه وفي الاهلي وفرص الاهلي، هل الاهلي يقدر ولا ما يقدرش؟ نشوف سيف زاهر. النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي نادي البطولات والانجازات، النادي الاهلي بغض النظر انت اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او محلاوي، الاهلي مشرف مصر، الاهلي مشرف مصر، الاهلي هو بيقابل بايرن ميونخ مشرف العرب، الاهلي مؤسسه كبيره، الاهلي في منطقه تانية، مش انا اللي بقول، التاريخ اللي بيقول، الاهلي اكبر كل واحد مصري ان هو يفتخر ويرفع راسك فوق كده وانت بتتفرج على الاهلي وهو بيلعب الدحيل، الاهلي وهو بيلعب بايرن ميونخ، الاهلي مخلي راسنا في العالي. نفس القصه قررت مع منتخب كره اليد مع الدنمارك، مين يكسب؟ اكيد منتخب الدنمارك بطل العالم، ولكن بالجديه بالروح بالعزيمه، الرجاله بتاعتنا محجره في الارض، لعيبه على مستوى عالي، خلاص قدروا ان هم يقللوا الفجوات وكان يومهم، وعملوا مباراه امام الدنمارك العالم كله اتكلم عنها. هو ده الاهلي بتاريخه اللي قدامنا، هو ده النادي الاهلي بتاريخه اللي قدامنا، ده الزمن اللي لازم نرجع له، الزمن اللي لازم نفتخر بيه ببعض. واحد يقول لي يا عم انا زملكاوي، انت عايزني النهارده اشجع الاهلي؟ انا مش عايزك تشجع الاهلي، ولا عايز الاهلاوي يشجع الزمالك، انا عايز تبصوا على الحاجه الحلوه، انا عايز تبصوا على الحاجه اللي بنفتخر بيها. مصر كلها يوم الاثنين لازم تفتخر بالنادي الاهلي، النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيعمل مباراه كبيره، والنادي الاهلي دلوقتي وصل لنقطه كبيره جدا ونقطه مهمه يستاهل عليها كل التحيه، كمل فوق دماغنا من فوق، ما كملش هيروح يلعب الثالث والرابع وفوق دماغنا برضو من فوق. يعني اهم نقطه قالها الكابتن سيف وعايز اقف عندها كتير، دي ايا كانت النتيجه في الاهلي شرف الكره المصريه والكره العربيه. النهارده تاريخ النادي الاهلي في كاس العالم للانديه للمره السادسه في تاريخه، فده انجاز كبير جدا. النادي الاهلي حقق المركز الثالث قبل كده، النهارده هنا في الدوحه بيكسب الدحيل على ملعبه وسط جمهوره، بيلعب المباراه قبل النهايه امام بايرن ميونخ. فالنهارده عايزين كل المطلوب من اللعيبه اداء مشرف، لعيبه تقدم شخصيه النادي الاهلي، بتقدم رساله عن الكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه، والنتيجه يعني بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، فده المهم. وفي الاخر ايا كانت النتيجه، فيعني النادي الاهلي شرف الكره العربيه.